والإحساس ديالك وأنت تتجول في هذه المناطق الصحراوية؟ شكرا سي منير على هذه الاستضافة ضمن قناة أنفاس بريس. جولاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو تدخل في إطار طبعا نشر البحث عن الحقيقة ونشرها ونقلها للرأي العام خصوصا في بلدي الجزائر. والله أنا عندما أجول في هذه المدن الجميلة أحس كأنني في بلدي، يعني لا وجود لأي إحساس بالاختلاف يعني ما بين المدن الموجودة هنا في الأقاليم الجنوبية ولا المدن الموجودة في الصحراء في الجزائر في الجنوب. هناك تنمية ديناميكية، أمن وسلام واستقرار، وها نحن اليوم في مدينة قلميم التي تسمى بمدينة قلميم باب الصحراء، يعني شهدت تطور كبير نلمسه في البنية التحتية ونلمسه في مطار على طراز عالي، يعني مفخرة لمدينة قلميم. هذا كله يؤكد على أن المغرب في الطريق الصحيح وأن كل ما يثار من أجل تقسيمه أو السعي لإثارة البلبلة والفتن داخل أقاليمه هي محاولات يائسة من طرف نظام حاكم استنفذ كل أوراقه وأضحى يلعب الآن في الوقت البديل الضائع وخسر رهانه، لأن المغاربة متشبثون بوطنهم ولأن هذه القضية هي قضية الأمة المغربية. هو الإعلان الإسباني أنا أعتبره حدث تاريخي بامتياز ونقطة تحول هامة في هذا الملف الذي طال أمده. بكل صراحة كان لي إحساس بأنه سيأتي هذا اليوم وتعلن إسبانيا عن قرارها الذي انتظر لمدة عقود. هذا القرار هو قرار حكيم ومتزن وهذا هو الذي كان يجب على الإسبان أن يقومون به منذ سنوات، لكن توظيف النظام الحاكم في الجزائر لملف الغاز جعله في السنوات الماضية يؤثر على القرار السياسي، ولكن اختياراته الانتحارية مؤخرا خصوصا قراره الغريب بعدم تجديد أنبوب الغاز المار عبر المغرب نحو إسبانيا وهو في نظره سعيا منه على ما يسميه معاقبة المغرب، استطاع أن يهدي دون أن يشعر أكبر هدية للمغرب من خلال تغيير جوهري في الموقف الإسباني من ملف الصحراء المغربية. الإعلان الإسباني بدعم المخطط أو المقترح المغربي الذي يعب الحكم الذاتي منذ 2007 هو ليس مجرد دعم لهذه الخطة بل هو دعم لمغربية الصحراء. وإذا قرأنا بتمعن الرسالة التي بعثها رئيس الحكومة الإسبانية إلى جلالة الملك يتأتى لنا أن الإسبان أدركوا أنه لا وجود لعلاقات طبيعية مع المغرب ولا وجود لتعامل وتعاون مع البلد الجنوبي الجار لإسبانيا إلا عبر احترام وحدة وسيادة الأراضي المغربية، وبالتالي سنشهد مستقبلا تطورات هامة فيما يخص هذا الملف، لأن الاعتراف أو الإعلان الإسباني بدعم مغربية الصحراء أنا بالنسبة لي هو أخطر وأهم بكثير من الاعتراف الأمريكي، ووقعه كان شديدا على نظام الحكم في الجزائر الذي لم يصدق ما حدث وانطلقت أبواقه في نشر كلام يعبر حقيقة على صدمة هذا النظام الذي راهن يعني الكثير على تقسيم المغرب لكنه فشل في آخر المطاف. الموقف الجزائري يعني إذا لاحظنا مثلا قرار استدعاء السفير، يعني أنا أعتبره فضح استدعاء سفير الجزائر في مدريد، هو تأكيد على أن الجزائر أو تأكيد على أن النظام الحاكم الجزائري هو الطرف الرئيسي وأنه هو صاحب القضية، يعني قضية صاحب القضية المفتعلة، وأن حركة البوليساريو مجرد أداة في يد هذا النظام. هناك الأوساط الداخلية في الجزائر استغربت
استدعاء يعني التي تؤمن بنظرية النظام وموقف النظام وأسطوانته المشروخة. عبرت عن استغرابها من 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 التسرع في 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 استدعاء السفير، لأن لما يتعلق الأمر باستدعاء سفير البلاد هنا عندما يكون مرتبط أساسا بالعلاقات الثنائية بين إسبانيا والجزائر، لكن أن يتم استدعاء السفير الجزائري من مدريد في ملف يدعي النظام الحاكم على أنه ليس طرف فيه، هنا أكد للعالم على أنه هو الطرف الحقيقي وهو صاحب الصراع المفتعل وهو المحرك الأساسي لهذا المشكل منذ 1975. أعتقد أن هذا الإجراء الذي قام به النظام الحاكم هو يعبر عن تخبطه وعن تفاجئه، وهذا يؤكد مرة أخرى على أنه خصوصا الجهاز الاستخباراتي الخارجي لم يكن على دراية بما كان يدار وكان من تفاوض بين المغرب وإسبانيا. يعني تقول بأنه كان عنصر مفاجأة في هذا الملف هذا الأثر الإسباني. هو أكد عبر ردة فعله على أنه تفاجأ وأنه لم يكن على دراية بالتفاوض ما بين إسبانيا والمغرب، رغم أن الملك محمد السادس في خطابه على ما أعتقد في شهر أوت الماضي أكد على أنه هناك تفاوض بين المغرب وإسبانيا يشرف عليه شخصيا، وهذا أعطانا إشارة إلى أنه سيأتي اليوم الذي سيتفق فيه الإسبان والمغرب. النظام الحاكم في الجزائر يتعامل بطريقة غير متزنة وغير مبنية على الحقائق، يعني اللي تعطيه كيفاش يتخذ القرار على المستوى البعيد، لأن القرارات التي نلاحظ التي شهدناها مؤخرا من طرف هذا النظام الحاكم فيما يخص تسيير ملف علاقته مع المغرب بالخصوص هي قرارات غير محسوبة وقرارات أضرت كثيرا، أضرت به كنظام وأضرت وهي تضر بالمصلحة العليا للوطن. أعتقد أن النظام الحاكم الذي كان يروج منذ شهر أكتوبر يعني قبيل اجتماع مجلس الأمن على أنه يرفض الذهاب إلى التفاوض أو إلى الطاولة المستديرة سيكون مرغما في آخر المطاف إلى الجزوس إلى الطاولة المستديرة التي تهرب منها قصد ليس نية منه كي يحل المشكل أبدا، بل كي يطيل الأزمة، هذا هو الذي يتوقعه في المستقبل. أنا أعتقد أن الاعتراف الإسباني سيكون له تأثير دولي كبير على مستوى خصوصا الدول التي لها علاقات ثقافية وعلاقات تاريخية مع إسبانيا، وهنا أخص بالذكر دول أمريكا الجنوبية، هذا إلى جانب إمكانية تبني الاتحاد الأوروبي يعني خارجية الاتحاد الأوروبي لدعم الخيار المغربي للخيار العقلاني والجاد وذو مصداقية، وبالتالي لإيمان بأن هذه القضية تعيش منعطفها الأخير. وأعتقد أن في حالة تبني الاتحاد الأوروبي لهذه المقاربة واحترامه للسيادة المغربية على صحرائه، أظن أنه سينتهي المطاف باجتماع على مستوى مجلس الأمن لإقرار الحل ذو الواقعية، ومن أراد أن يلتزم فليلتزم، ومن لم يرد فالمغرب استرجع صحرائه منذ 1975، والخاسر والضايع هي حركة البوليساريو التي مشكلتها أساسا في كيف عليها أن تتخلص من سطوة نظام الحكم على قرارها.